حياتي وهي النور في كل أوقاتي بالأذكار تطمئن حياتي وهي النور في كل أوقاتي ذكر الله ذكر الله أنا لا أهجر ذكر الله ذكر الله نور بدربي كيف العيش بلا ذكر. كذلك من الأدعية انتهى لنا الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت يعني نحرد أصبح مثلا حدا خبقتكم تعدمون لاسب نحرد أخيد خفتر مسفتر انتهي بالماتيو أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. الله أكبر يا أخوان سبحان الله هزي عبي أداب اللو مالتيو أداب عجيب زخنا أداب للنفس مالتيو نتم أهل البيت نتلك دعاء تكبر الله أفطر عندكم الصائمون يعني صواموا سينا بخم دفتروا يقبرهم من تاي نحدث سب دحردا أفطر كايو بجزخة نتاي أجر لك لك كندت ناتو أجر نايت صوم ناتو نعخاخ رب سبحانه وتعالى يهبك ماتي من تاي زبتا زفتر كايو. وطبعا وزحة سبات تاي مسلم مالتي يتي بالعز بالعو دحر فطور نسو فطور أيكونا انتا فطور انتاي تقدميتي أبقفو تأتو مقبي بأخفت الصيام ناتو زنبرة ناب فطور دعته ولا مالتي حج ولا حنت تمر عند حرد أهيب كايو إذا سبزي نسخة أفطر كايو تبهان مالتي نسخة أفطر كايو تبهان مالتي لذلك حرد خمس سب أفطرك سخان تلك دعاء قبر لماتي أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار تبل عناتكم دمان تمقبناتكم كا توم تعيات دخون سبات أبرار دخون صالحين دخون سبات نسم دبل عوي قبر لكم من تايتم صالحين عند حرد مقبنات كابلي عملك انت خبروا اليوم عبادة خبروا اليوم لكن دي صالح عند حرد أخوين ومعسيا خبروا اليوم فتمقبناتكم سرب سبحانه وتعالى صالح دبال عو يقبر لكم الكا نرب سبحانه وتعالى دعاة قبر الله. وصلت عليكم الملائكة يعني صلت عليكم الملائكة تم ملائكة تتكان عخاتكم إيش دعاة قبر لكم نرب سبحانه نرب سبحانه وتعالى توصل قبر لكم يقبركم الكا نزم سازياتهم دعاة قبر الله. نحر داب شوال مصومك داسب كيرك أبكال أي عيد نحر داب صعيمك لك ويبسال سأي عيد صعيمك لك ناي شوال كم سوات تياتم تم سبق زخاء يصومون اللو مقبن نحر داب صعيم لك نعاب لعمسانا نحر داب يلومك وين نحر داب عديمومك انتالك دعاء تقبر انتالي لومنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجيب حادث نحر داب تصوي عن عدم يخيد نفتت عدمو إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان صائما دحردا تصوم له خوين السبزن تايبل فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم دحردا تصوم خوين دعاء يقبر لهم تم سواتي أتميرا دعاء يقبر لهم فليصلي تايماتي فليدعو يعني يدعو لهم لأهل البيت. وإن كان مفطرا دحردا دفتر خوين خا أنت يقبر مالتيو دحردا دفتر خوين خا يبلع مسأتهم إلى ما النبي عليه الصلاة والسلام ونتم سواء تتأتهم من دحر داء بلاع إلى مخا انتايت بلهم مالتيو واضح كتكونا لك يعني أنا دعاء قبر لكم على الأخو رب سبحانه وتعالى يعني كغفر لكم سأي مسل إزخونكو من دحر داء نسم قدي دو مخا نعوهم كترديو من دحر داء داري خا نفلس لزخونة كتبلع تخيلي خا خالي معالتي نتاز حلفتك انتايت قبر مالتيو نتاز حلفتك ننتي كتصوما خم بحرش مالتيو. طيب وأنت صائم مثلا كاب صباح حج يا أخوان دخون سبك تعرف كاي خيل ويحك بدل كاي خيل حماق زربا خزارة بكاي خيل دحر دا خمز بسيح وحادة سبابخا انتالك دعاة تقبر وانتالك تمل سلو من سبزي انتالك تمل سلو من السنة انتالك من النبي عليه الصلاة والسلام حادة سب دحر دا تتعرف كاتس امكان كلها حماق زربا دحر دا تزارب كاتس امكان كلها انتالك بلي لما النبي عليه الصلاة والسلام إني صائم إني صائم أنا صائم إذن له أنا صائم إذن له حما قايم باللسة الكاني تبلون السبز مالتي أنا حما قايم باللسة الكاني إن رب سبحانه وتعالى إلا سلا صائم إذن له تبلون السبز مالتي. طبعا إذن تأي يرد أنا مالتي كمتي النبي عليه الصلاة والسلام دبلونا حدث بن حرداء صائمو مخا يعني تصومناتو دلائن دا تزارب حماق دا تزارب حماق دا رأي حرداء حلف خوينتي صيام ناتو اذا سبز انتاي مالتيو ننفسو خاب حلال حرموا بحرام كا افطيروا مالتيو
اتز بالله حلال رب سبحانه وتعالى مؤقتا يتبلع عيل وزخل كلكات خل كلك الله خاو ات محرم كلش عقد فود بلك رب سبحانه وتعالى خا حماق مرعي حماق مزرابك بو غير كانت يتكبر الله خماتيو بو غير كانت صيام ناتك تهاسيو الله خماتيو. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج منا ايش لا يحتاج منا ان نعطش او نجوع كنتمي كنصم ايدليناني ربنا سبحانه وتعالى اتي صوم رب سبحانه وتعالى فريد ودلو سبب انت عند حرد ألك من التقوى من ركبي مالتي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ربنا سبحانه وتعالى من تنعيك تفرحني من تنعيك تأززني ربنا سبحانه وتعالى. أما عند حرد أصمات تميتن ترح كوينو مخادك إسكات وعل ويدمان دلائك عند تزارب كان درائي دلائك عند رأخ عند حرد أخوينو ذي الصيام ما يكون الماتيو. فإن الله غني عن ذلك كله ذخل زي سواء تيم كان توعلك سواء عندك اسكان توعلك ذخل زي نعخان تاي ماتيو اب يوم القيامة اي تغمكاني ماتيو اب يوم القيامة نعخازي اي تغمكاني ماتيو اب رب سبحانه وتعالى استغمكان اقار انتاي عند حرداء تباهيلو كم تزعززك ربنا سبحانه وتعالى كاب كله خد صوم عليك كاب تزعززنا ربنا سبحانه وتعالى انتاي انتاي عزيزنا ربنا سبحانه وتعالى ألا نأكل وكذلك أن لا كاب كل شهوات كالكلنا شهوة إيش شهوة الطعام وشهوة الشراب وكذلك شهوة الفرج كذلك شهوة الفرج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي كاب رب سبحانه وتعالى خزار ربنا كله انتايلو ماتيو ربنا سبحانه وتعالى انتايلو الصيام لي وأنا أجزي به الصيام صيام وزلو السبزي نعائد صوم ودلو أنا خانتخ قبره بوخ أجزاكه بيه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أتي شهواناتو أتي شرابناتو أتي بلعناتو كله نعيلو قديفو وزسبزيلم إيلو ربنا سبحانه وتعالى تزاري بيبلنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما حدث سب من تخحال فلنا وقتيلو نحضا مسلسلات كرئي دوع الكوينو حرام كله خرئي موسيقى خرئي نحضا دوع الكوينو فيلم أفلام كرئي نحضا دوع الكوينو طبعا تايد قبر دلوماتيو كفت شهواناتو أي تخلكلا كابتش هواناتو أي تخلكلم ولا أنزا نفسه زياء أتميوا أنتوا علماتي ولا أنزا نفسه زياء أتميوا أنتوا علماتي. فالصيام الصحيح يا أخوان أتي صوم نايب حق دبها الصوم انتهي مالتي صوم القلبي مالتي زي لبنا مستأكلنا تناخد صوم من كل مالتي نلبخ أخذ كلاب كتكل كلا لخا ألكا ناب حرام كي تودغ كذلك عينخا ناب حرام كي يودغ تكل كلا لكا أزنخا عينخا إدكا أقرخا كل انت خونا له كتصوم له ماتيو. ليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من رب سبحانه وتعالى حاجة يقول له حدث طعامناته وإدمان شرابناته نخقد فو إنما إيش بتقوى أن رب سبحانه وتعالى كتصوم له كله نسيتنا بحقي صوام ما يتبهلنا بربنا سبحانه وتعالى مالتي. فلذلك أنت خنكون لنا زي أول ليلة مالتي قدامي ثليتي سحور نبل علاماتي. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى أن مد في أعمارنا رب سبحانه وتعالى زي عمر زهابنا زي عد مزي زهابنا أن رمضان كان بتسح رب سبحانه وتعالى نمسكنا أول شيء. والأمر الثاني نبدأ بهذه الليلة بزالي تزي أن جمر مالتي سحور كنبلع كنبلع وقلنا سحور نتالنا خنبلع لنا ماتي يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كنطبق إلا إنا نبلع زلنا نبل مالتي بدحريو يعني قراءة القرآن كان بزيح قبالنا كمون كذلك إيش التبكير في الفطور صلة الأرحام كان بزيح قبالنا صلاة الجماعة كان حفظي قبالنا كذلك إيش صلاة التراويح كان حفظي قبالنا كل زيتاتنا برب سبحانه وتعالى نور الله من أنفسنا خيرا أب نفسنا أن رب سبحانه وتعالى خير نرئيه من رب سبحانه وتعالى أب كل خير كوفقنا أب كل خير رب سبحانه وتعالى من تخوفقنا من رب سبحانه وتعالى خير كاب نفسنا خنر إيو يقبأنا. طبعا يا أخوان يعني حدث بحردة يعني تكاسل غيرو أما جمّر يا رمضان مخا صيل كاب ضياع عند حردة أحلفوه أفتما جرش رمضان شعو لك كمان يكون الماتيو كم تم شهر كامل عبادة قبر وزقنيو كم أتو ما يكون الماتيو. الله سبحانه وتعالى نزار رمضان كتغسلنا نقول لنتايلو أياما معدودات وحدات معالتاتين ربنا سبحانه وتعالى ذا شهر زيا كميلة جميرة كميلة ودي أي تفلتني خمات سبحان الله. لذلك أنا تنبيه النفسين عخاتكم تحقبر إذا قدامي تورح زي أين رأي إذا قدامي تمعلت زي أين رأي سبحان الله تايكن رؤيا لنا مجرى شهر رمضان سي نعاخن تمتاي قبعنا
ኣብቲ መጨረሻስ እንታይ ኮን ዓፂደ ይወፅእ ይኸውን ኣነ ክትብል ኣለካ እንታይ ሒዘ ይወፅእ ይኸውን ኣነስ ካብቶም ረቢ ስብሓን ወተዓላ ዘመስገኖም ሰባት ረቢ ስብሓን ወተዓላ ተቀበለሎም ሰባት ካብቶም ረቢ ስብሓን ወተዓላ ደረደየሎም ሰባት ካብኣቶም ዶ ይኸውን ኣነስ ወላ ካብቶም ካልኦት ይኸውን ኢልካ ነፍስኻ ፈሪሕካ ክጥምታ ይግባእ ማለት እዩ ምእንቲ ረቢ ስብሓን ወተዓላ እቲ ናትካ ስያም እቲ ናትካ ቅያም ክቐበለልካ ኣብ መጨረሻ ማለት እዩ ፈንስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لعبادته ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصائمين القائمين التالين لكتابه سبحانه وتعالى المتقين له كما أمرنا سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى